راح ناخذكم اليوم على اكبر سوق شعبي في كازاخستان. اول ما تدخل يرحبون بيك ويقدموا لك اشياء من السوق. ثانك يو. هاي حلاوه طيبه. هذا قسم خاص بشنو؟ بالنباتات. بهارات. بهارات اي خرب. انا بهارات راح نعرف شيء من البهارات بني ما ادري اذا واحد بيكم يعرف نوع من هاي البهارات. هاي ابد ما شايف الحياه. انا بس اللي جاي اشم ريحه القرنفل. ني عبالك حجر خشب. هذا قسم الورود اللي قلت عليه. هذا النباتات. انواع هواي هنا عندهم من الصبار. شفنا هواي صبار. دول الاتحاد السوفيتي جدا جدا عندهم الورود يعني شيء اساسي. هذا القسم كله خاص باللحوم. وخلي لك القسم يختص بشنو. مثلا هذا يختص بالدجاج وهذا يختص بلحم الخنزير. وفي حصان وبي عندك غنم وبقر وكل شيء موجود يعني كل انواع اللحوم. طبعا الحجيه برحلتي ذيك السابقه هي والحجي جبت لهم عسل. قالوا ضروري من تروح تجيب لنا عسل لان عندهم نوعيه من العسل خرافي. عندهم انواع هوايه من الدجاج يعني احجام كبيره. هذا في الحجم مالته كلش كبير. انا ما اعتقد دجاج وينزل بر حمام. اي صح صح متغير يعني. هذا الحمام يمكن صحيح وهنا يفلس بيه. وهذا القسم الخاص بلحم الحصان بلحم الخيل. اعطي نظرة شوف. اها هذا كله لحم حصان. هذا لحم خيل. تشوفون الفخذ ايش كبره. هذا كله اللي قدامكم لحم خيل. وهذا اجزاء مفصليها لك تفصال. اكل لحم الحصان في كازاخستان يعني يعتبر من اللحوم الاساسيه. يسوون منه حليب. صح. جبنه. جدي حاتم الطائي ذبح حصان شو اسمه. عبيه كفو. إيه كفو. شوف هسه هاي الاجزاء صام بس ما اعرف اكو اجزاء بلونها يكون اسود. هذا لونه اسود بس هذا لونه احمر وما اعرف اختلاف فصيله او شيء ما ادري بالضبط. انا مسوين حتى باسترمه. تعرف شنو الباسترمه؟ اي عارفه. حلو. اجزاء ريش الضلوع الذيل. اتوقع هذا الذيل لورنس. والله ممكن. هاي الحجيه جاي تسوي الباسترمه. هاي هذا الجبنه. هذا شك شيء يخص الخيل راح تلقوه هنا. أيوة. الجبن الحليب. هاي هاو ار يو. حتى البوك مسوين. هذه شركه البوك مسوين الحصان لانه هم يهتمون كثير بالحصان. فهنا أنا هاي كل هالقدامكم اللحم منتجات الحصان. جوا منتجات الحصان والخيل. هسه شنو مال نص نشه حصان عاد تمن. خلينا نشوفهم الفواكه. فواكه عندهم عجيبه. اي انا ايش قد شايف فواكه هاي ما شايفها بحياتي. هاي مانجا. مانجا. اي هاي فاكهه هاي. التنين. تدري شنو اطيب فاكهه جربتها بحياتي؟ تعال اشوفك اياها. هاي ورب الكعبه صدقت بشرفك. اقسم بالله هاي شكلها انا صورتها كثير. المتابعين تبعي يعرفون هاي شكلها نفس الثوم. صح. ورب الكعبه تشوكش يعني ماكو هيك طعم. لا لا حلقوم أبد. حلقوم أبد. فاكهه التنين. فاكهه التنين جربتها عبالك شوندر. هنا انا قسم الاسماك. هذا 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 شنو هذا؟ هذا سلمون. عفي عفي عفي. انا لانه ما اكل غير سلمون. هذا هذا الوردي هو السلمون. وهاي الاشياء الباقيه بصراحه ما اعرف شنو هي. وهذا كافيار. هذا انواع الكافيار عندهم هنا. بس ما راح نسال على الاسعار لان انتم تعرفون هو من اغلى الاشياء اللي موجوده هو الكافيار. هيا بنا. بس شوفوا لي الترتيب والنظافه مال الخضروات شلون معلبيها وشلون يبيعوها. البصل البوتيته الباذنجان هذا القرع. يا اخي شي يسوي لك واهس تشتري. عندك المعلومه انه اكثر بلد منتج للتفاح كازاخستان. كازاخستان عندهم اكثر من 20 نوع من التفاح. انا همين يسوون انواع من الحلويات. هذا عندنا احنا السجق اللي يشتهر بالمناطق الشماليه كردستان. والقمر الدين. شو يسمون هذا؟ تمر الدين. هذا اصله جورجيا على فكره. السجق. اي هذا من جورجيا. جورجيا. هاي المعلومه اول مره اعرفها. هذا شو يسموه؟ والله نحن ما نسميه. انا ما اعرف. From سمرقند. اها هذا الشاي من سمرقند. اول مره اشوف الشاي. بريحة بابنك. هذا سوق الطرشي. واكو قدامه هذا سوق الجبن. عندهم انواع وكميات كلش هوايه من الجبن يعني راح تبهركم بصراحه. والجبن عندهم كلش طيب. هذا اللي قدامكم هو هذا الحليب مال خيل. يجففوه والله ويسووه هيجي وكلش يحبوه مثل المكسرات ياكلوه عبالك بالطريق. جينا القسم العسل. واكو مريه اشتريت من عندها قبل 7 اشهر من جيت هنا. يا رب تكون موجوده. 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 هاي هاو ار يو. راح اشوف المقطع اللي سابقا نشرته. شوف تذكرني لو لا. افتر ذس فيري جود. فيري فيري جود. فيري فيري جود. اكو فيري فيري جود. اكو فيري جود واكو جود. هذا فيري فيري مفول. فيري جود. هاو ماتش ذس؟ هاو ماتش؟
3000 والله يا بلاش 3000 يا عود بلاش. شباب اخذنا الكيلو الثالث لان عسل واحد اطيب من الاخ. عراق اوه ثانك يو عراق يس.